ورجل قلبه معلق بالمساجد. أعرف أحد الإخوة كان يقول لي دائما: والله يا شيخ أنا رايح بيتي ما بعرف كيف بلاقي الدركسيون لحاله ولف على المسجد، بوقف حد المسجد، بفوت بصلي ركعتين، بطمن على المسجد وبيمشي على البيت. قلب معلق بالمساجد. أحد الإخوة بمر يوم الثاني بيجي على المسجد كأنه عم يبكي، يقول لي: شيخ والله ما قادر أقعد بلا مسجد. عندما حدث الإغلاق الأول، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، بسبب كورونا للمساجد، كنت مرة جالسا في المكتب فإذا بباب المسجد يطرق. فتحت باب المسجد فإذا رجل من أهل المساجد، من أهل مسجدنا الذي لا يترك صلاة إلا فيه، كان صلوا المسجد مسكر أسبوع. قال لي: يا شيخ بس بعد شوي. قلت له: خير. قال لي: بس شيخ خليني فوت اطلع على المسجد، خليني فوت اطلع على سجاد المسجد، اطلع على محرابه، اطلع على شكله، اطلع على جدرانه. وفات، قلت له: تفضل. فات وصار يبكي مثل الولد الصغير. قل له: يا الله يا الله لا تحرمنا المسجد، يا الله لا تحرمنا المساجد، يا رب شو عملنا حتى حرمتنا السجود في بيتك يا رب العالمين. هذا نعم رجل قلبه معلق بالمساجد. مش بالأسبوع مرة نهار الجمعة مع كل البلايا اللي مصبوبة على راسنا من غلاء وبلاء ووباء وتسلط أعداء، وبعدنا منزور المسجد مرة ونهار الجمعة وبوصل على الأذان الثاني أو بنص الخطبة وبطلع مباشرة بعد السلام، وأقول: يا ربي وين الرحمات؟ إذا لم نزور بيت الرحمات ونكن فيه من الملتزمين فيه، فعن أي رحمة نتكلم؟